يا شباب، مين محتل ومقموع ومسجون وذليل ومدعوس على راسه ومدعوس على كرامتهم وحريتهم ورجولتهم أكثر؟ أهل غزة طبعا بما يلاقوا ويحدث معهم من جرائم إبادة بيد المحتل، وهم يقاوموه ويجاهدوه بإيباء وكرامة وحرية حقيقية. أما إحنا كشعوب في أمة ذليلة خانعة منبطحة، الكل فيها يقتل تدريجيا بالبطيء، قهرا وجوعا وقمعا واستبدادا وسرقة وسجونا وتهجيرا وخوفا. من يرفع رأسه ويقول كلمة الحق ويدافع عن ربه ورسوله ومقدسه وأمته فهو خائن وعميل ذو أجندات خارجية ومخرب للصفو العام ويثير الفتن والبلبلة في أمة إن أردت فيها أن تكون سالما فعليك إنك تكون كلب سلطة أو طبال مسؤول أو فاسد بائع لشرفه ودينه وكرامته، أو تلزم بيتك وتخرس لسانك كالنساء في خدورهن. فمن حقا بمصيبة أكبر وعليه تحرير نفسه من صهيوني بالوكالة نسبا وانتماء. بكتاب نحيي أمتنا، وبنهج نبوي يوقظ غفلتنا. لن نرضى بوضع جاث وأعدلك بالقاسم، والله سبيلي والله حبيبي، والله سبيلي والله حبيبي. السلام عليكم إخوتي الأحبة في وطننا الإسلامي الكبير ورحمة الله وبركاته. تغير الناس عما كنت أسمعه، واستحكم الغدر في السادات والحشم، وظل أعدل من تلقاه من رجل أعدى على الخلق من ذئب على غنم. من كل أشوه في عرنينه فطس خال من الفضل مملوء من النهم. سود الخلائق دلاجون ما طبعوا على المحارم، هداجون في الظلم لا يحسنون التقاضي في الحقوق، ولا يوفون بالعهد إلا خيفة النقم. صفر الوجوه من الأحقاد تحسبهم، وهم أصحاء في درع من السقم. فلا ذمامة في قول ولا عمل، ولا أمانة في عهد ولا قسم. بلوت منهم خلالا لو وسمت بها وجه الغزالة لم تشرح على علم. لم أدر هل نبغت في الأرض نابغة، أم هذه شيمة الدنيا من القدم. لا يدرك المجد إلا من إذا نهضت به الحمية لم يقعد على رغم. لو لم يكن في المساعي ما يبين به فضل الرجال تساوى الناس في القيم. لكل عصر رجال يذكرون به، والفضل بالنفس ليس الفضل بالقدم. يا شباب، علينا كأمة إن ما ننسى في يوم إنه في اعتقال وسجن كبير عام، وسجناء في السجون خاصة أرهقتهم السجون وبلغت القلوب الحناجر وصاروا على حافة الموت
ينتظرون أمة كل يوم متى تتوحد حتى تنهض وتقوى وتحررهم من هذا العذاب. وللمفارقة إن رب العالمين قد أكرم غزة والمجاهدين بأن جعلهم مقياسا من مقاييس جانب الرحمن وأهله أو جانب الشيطان وحزبه. فاحذر أن تتكلم عن أولياء الله فتبوء بإثم عظيم تلاقي به ربك مثل ما أشار رب العالمين ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فغزة يا شباب حلقة متقدمة من سلسلة حلقات الظلم والسجون الممارسة منذ سنين على المصلحين ونحن لا نشعر. احنا فقط بدنا نفك غزة، ووالله لو نظرنا من السماء لوجدنا بما هم فيه من البأساء والضراء أفضل منا. احنا نقتل تدريجيا وشيئا فشيئا قاعدين، واحنا السبب في اللي هم فيه، وضعفنا هو السبب في اللي هم فيه. فالمشكلة كلياتها عنا أصلا وليس عندهم فرعا، لأن المشكلة يا شباب إذا رأيت ابن الكرام ذليلا ومقامه في الناس صار قليلا، ورأيت للؤماء قدرا عاليا وقصائدا لا تنتهي تطبيلا، فاعلم بأن الدهر حان غروبه وتبدلت أحواله تبديلا. فأقل الحياء يا شباب والشرف والإنصاف. إن لم تستطع أن تنصر مظلوما يا أخي على الأقل فلا تعن ظالما وضيعا مسخا ولو بكلمة على حساب ربك ورسولك ومقدسك وإخوانك وأمتك. فحزب الشيطان والفاسدون والخونة ظاهرون، أصبحوا جدا ظاهرين، جلتهم 7 أكتوبر بكل ما تحمل. وحزب الرحمن أيضا ظاهرون، سيماهم في وجوههم وفي رجولتهم وفي جهادهم. والأمر يا شباب أخطر مما نظن. والله قاعدين بنحكي إحنا تطبيع وتنسيق أمني وخلص بالنا عادي، يعني الأمور هيك عادية، وهي فيها غضب الله ورسوله وطرد الله ورسوله، أصبحنا نتفوه فيها عادي والله مع أعداء الله ورسوله والأنبياء وأعداء المسلمين. وربنا بيحكي ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال إحنا بنحكي تطبيع وبنلطف فيها وبنضحوك والله وإشي عادي يعني صارت المسألة. وبعد هذا كله تجد مطبلا أو عالم سلطان فاجر قد توعد رب العالمين بقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الأمر خطير، المتحدث رب العالمين كقول فصل لا جدال فيه، حتى نعلم يا شباب خطورة ما أصبح شيء عادي إن قاعدين نتناول فيه أو نناصر هذا الجانب. لاحظوا رب العالمين تواتر الآيات، قال ربي بما أنعمت علي، انتبهوا يا شباب انتبهوا علماء السلطان، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وقال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اللي ظلم واللي ناصر، اللي طغى واللي ناصر ووقف معه، ولاحظوا ما في تحديد اللي ناصر ولو بكلمة، الأمر خطير جدا. وأيضا قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، اللي بتهافتوا على أبواب الظلمة والطواغيت. لاحظوا ربنا إيش بيحكي، بما كانوا
يكسبون. خليناهم مع بعض يعني والله فرحانين زبانية الطاغية. ولاحظوا الحبيب صلى الله عليه وسلم إيش يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه، إنك توقفه مش تطبل له وتزمر له وتكون جزمة قديمة حاشا السامعين برجله، أو منديل كلينكس متى يشاء برميك وبكبك في الزبالة. ولاحظوا الحبيب صلى الله عليه وسلم يؤكد المعنى: من أعان ظالما. والله يا شباب إنه الأمر خطير لما يكون الوعيد من الله ورسوله. والله ما أنا عارف هؤلاء اللي قاعدين بيستسهلوا في دعم الطواغيت واللي قاعدين يناصروهم ولو بأقل الأمور. لاحظوا اللي يتوعد هو الله ورسوله. لاحظوا الحبيب: من أعان ظالما ليضحد بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. الله أكبر. والله يا شباب بجيب شعر بدني، بس أسمع إيش ظل البني آدم لما تبرأ منه ذمة الله وذمة رسوله، لما يطردوا الله ورسوله ويلعنوا الله ورسوله إيش ظل؟ لاحظوا ما في المسألة، وإن كان يعني والله بيصلي وإن كان بزكي وإن كان بيروح على المسجد وبيسوي كل هذا، لاحظوا العموم في الخطاب: وإن كنت تفعل كل هذا، إن ناصرت الظالم برئت منك ذمة الله ورسوله، خسرت يعني الدنيا والآخرة. الأمر خطير والله العظيم. ما نعرف يا أمة الحبيب متى سنصحو من هذا اللعب ومن هذا الهوان ومن هذا الحال المخزي أمام الله ورسوله. ولاحظوا أيضا يؤكد المعنى الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، والعياذ بالله. انتبهوا يا شباب، اصحوا، لم يزل في سخط الله. الله أكبر، والعياذ بالله، لم يزل في سخط الله حتى ينزع. يا شباب بدنا ننتبه لمسألة خطيرة، إنه أشار الحبيب مجددا في الكتاب إنه من أنواع نصرة الظالم هي القعود والسكوت عنه، لأنه الأمر المحمدي انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الظالم إنك تردع بالأمر المحمدي، مش تقف على جنب، مش تحكي أنا معتزل الفتنة. وهذا اللي أخرجنا يا شباب، والله نخشى غضب الله ورسوله وإبعاد الله ورسوله، وإنا نكون غثاء كغثاء السيل. فنوع من نصرة الظالم: اصحوا يا أمة الحبيب، اكسروا حواجز الخوف هاي والمهانة اللي شربناها عبر سنين وورثناها من آباء وأجداد، اكسروا هذا الحاجز. والله هذا من الشيطان. انتوا رجال، انتوا جنود الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا يليق بأمة الحبيب إنهم يكونوا خانعين. شعوب بأكملها، شعوب الخليج وينكم؟ مالكم؟ الله يلعن أبو المال اللي يذل صاحبه ويجعله منبطح ويجعله جزمة في ركاب الظالمين. اصحوا يا جماعة، إحنا إخوة، وإنتوا أشرف الناس، وإنتوا على الرؤوس، وإنتوا سادتنا، ومقامكم عالي وكبير، لا يجوز إنه ينزل ويكون بهذا المستوى. والله لأجل مال ولأجل والله أمان وهمي هيك يحارب ربك ورسولك ويسب ربك ورسولك ويهان جانب الله ورسوله؟ والله وانت قاعد تطلع لي صراع الحق والباطل، والله إن فازوا أهل الحق فأنا معهم، هيك سبيل وطريق الشياطين والأنذال، هذا طريقهم وهذا سبيلهم، والعياذ بالله. يجب إنا نكون رجال موقف، مثل ما إن سنين يا شباب نعطي حق الموقف الحق، يجب أن نعطي حق الموقف. آن الأوان أن نصحح المفاهيم. انتبهوا يا شباب، مثل ما كلكم تعلموا هذا ونتغاب عنه، لما جاء خياط إلى سفيان الثوري فقال: إني رجل أخيط ثياب السلطان،
وكان هذا السلطان ظالم، هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال سفيان: بل أنت من الظلمة أنفسهم. ولكن أعوان الظلمة من يبيع منك الإبرة والخيوط، والله الأمر شديد وعظيم. ربنا بيحكي وقفوهم إنهم مسؤولون، والله إن الأمر أعظم مما نظن. وأيضا لاحظوا يا شباب تأكيد المعنى، قال السجان لأحمد بن حنبل: هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال: لا، أنت من الظلمة. لاحظوا سيدنا أحمد بن حنبل يقعد القواعد، إنما أعوان الظلمة من أعانك في أمر، لشدة خطورة إعانة الظالم والوقوف بجانبه. أو يا شباب إعانة من يعن الظالم، إحنا دكتوراه في هذه المسألة، سبحانك يا ربي، إحنا بنأخذ شهادات في هذه المسألة، طلعوا في أعراسنا بنروح نجيب المسؤولين. قال صالة كبار الزوار، الله أكبر، إحنا الأوائل في صناعة الطواغيت، بدل ما تكون هاي صالة كبار الزوار للصالحين والأولياء، لا بنخليها لأي مسؤول إحنا، وبنعرف إنه فاسد ومن أعوان الظلمة. إحنا يا شباب من نصنع هذا بأيدينا، والله نستحق ما نحن فيه. مثل ما قال: لا تلتفت لترى الرماة فربما فجع الفؤاد لرؤية الرامين، فلربما أبصرت خلا خادعا قد بات يرمي في الخفاء سنين، ولربما أبصرت قوما صنتهم باتوا مع الرامين والمؤذين. كم في الحياة من الفجائع، فانطلق لا تلتفت وذر البلاء دفينا. هذا للمعادين. ونقول أيضا في الناس كافة: فتحت قلبي لكل الناس محتسبا أجري، وما كان لي في الناس أطماع، أرى معايب أقوام فأسترها، وأشتري بنفيس الود من باع، وما أزال أداري من يكايدني، مدثرا بسمتي والقلب ملتاع، لي قدرة في احتمال الناس كلهم إلا الذين لهم في الحمق إبداع. يا شباب علينا إنا لا نتغافل، وما نغمض أعيننا عن الحقيقة الساطعة والشمس الساطعة الآن. مصدرنا ومنبعنا وإذننا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا حبيبي يا رسول الله، ونهجنا القرآن والسنة، ومجال حركتنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاللي بده يقف في وجهنا وفي هذا الطريق نقول له: ما هو مصدرك أنت وممن تأخذ إذنك؟ وما هو نهجك؟ وما هو مجال حركتك؟ لتلزم حجمك وتعرف قدرك وتتأدب مع الشرفاء والأحرار بعد اليوم. ونقول: صرمت حبالك بعد وصلك زينب، والدهر فيه تصرم وتقلب، نشرت ذوائبها التي تزهو بها سودا، ورأسك كالنعامة أشيب، واستنفرت لما رأتك، وطالما كانت تحن إلى لقاك وترهب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب، ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب؟ ضيف ألم إليك لم تحفل به، فترى له أسفا ودمعا يسكب. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، واخشى مناقشة الحساب، فإنه لا بد
يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب. وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب. تبا لدار لا يدوم نعيمها، ومشيدها عما قليل يخرب. لا تأمن الدهر الصروف، فإنه لا زال قدما للرجال يهذب. وكذلك الأيام في غدواتها مرت، يذل لها الأعز الأنجب. فعليك تقوى الله فالزمها تفز، إن التقي هو البهي الأهيب. واعمل لطاعته تنل منه الرضا، إن المطيع لربه لمقرب. واقنع ففي بعض القناعة راحة، واليأس مما فات فهو المطلب. يا شباب أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كفانا هزوا ولعبا، تعالوا إلى الله وإن شاء الله سننتصر به.